يزداد انتشار الناموس في فصل الصيف، وذلك لارتفاع درجة الحرارة، ويلجأ الكثير من الناس إلى وجود وسائل عديدة للتخلص من الحشرات الطائرة، خاصة الناموس والذباب. من أحسن الوسائل المنتشرة للتخلص من الحشرات هو صاعق الناموس. يعتبر هذا الجهاز من الأجهزة الكهربائية التي تستعمل في فصل الصيف للقضاء على الناموس، ويعد آمن وصحي مقارنة بالمبيدات الحشرية. يتوفر به غلاف خارجي لحماية الأطفال، ويوجد به 2 لمبة تعمل على جذب الناموس والذباب بطريقة سهلة ومريحة. وصاعق الناموس فيه منه أنواع متعددة وتختلف عن بعضها باختلاف القوة، وتقاس بالفولت، وكل منها سعر مختلف. هنتكلم دلوقتي عن أفضل وأحدث أنواع صاعق الناموس في السوق وأسعاره. صاعق ناموس أي هوم 60 واط لجميع الحشرات الزاحفة والطائرة، به طلمبتين مصنوع من البلاستيك، سعره 265 جنيه. صاعق ناموس من جنرال 60 سنتي، لونه أبيض، به لمبة أشعة فوق بنفسجية، سعره 425 جنيه. صاعق ناموس جاك به قوة صاعقة هائلة بترانس عالي الجودة ولمبات عالية الجودة، تعمل بالأشعة فوق البنفسجية، يعمل بدون إحداث ضوضاء وآمن. به لمبتين كل لمبة 20 واط بمقاس 60 سنتي، مزودة بسلسلة للتعليق على الأسقف، سعره 520 جنيه. صاعق ناموس جاك يعمل بدون إحداث ضوضاء، به لمبتين كل لمبة 29 واط بمقاس 30 سنتي، مزود بسلسلة للتعليق على الأسقف، سعره 420 جنيه. صاعق ناموس من جنرال 30 سنتي، لونه أسود وفضي، به لمبة تعمل بالأشعة فوق البنفسجية، سعره 340 جنيه. صاعق ناموس آي هوم 40 واط، طارد للحشرات والطيور والحيوانات، به ضمان عام كامل واتنين لمبة، مصنوع من البلاستيك، سعره 249 جنيه. صاعق ناموس ستار، به شبكة حماية من الحشرات، سعره 395 جنيه. صاعق ناموس كهربائي أصيل، به مصيدة 220 فولت، سعره 359 جنيه. صاعق ناموس من إلكترو جولد 60 سنتي، به أداة ضرب الحشرات، سعره 399 جنيه. صاعق ناموس كهربائي سعره 120 جنيه. صاعق ناموس إيجا 50 سنتي، به أداة ضرب البعوض، سعره 390 جنيه. صاعق ناموس من زاد 60 سنتي، به أداة لضرب البعوض، سعره 299 جنيه. صاعق ناموس من إيجا 30 سنتي، به أداة لضرب البعوض، سعره 320 جنيه. صاعق ناموس صغير الحجم، به 3 لمبة ليد ضوءها أزرق خافت، اقتصادية في استهلاك الكهرباء، ينجذب إليها الناموس والذباب والحشرات الطائرة. بها شبكة معدنية تختزن طاقة كهربائية تقتل الحشرات عند ملامستها، وتتميز بأنها تغني عن استخدام المبيدات الحشرية التي لها تأثير سام وضار للإنسان، سعره 110 جنيه. صاعق ناموس مزود بأربع شبكات صعق وقوة صعق ترددية 5000 فولت، سعره 450 جنيه. صاعق ناموس ريفيرا صناعي مناسب للحشرات، سعره 499 جنيه. صاعق للناموس ومضرب بالكهرباء يخلصك من جميع الحشرات الطائرة، يحتوي على 2 كشاف وبطارية يمكن فصلها وشحنها منفردة، سعره 94 جنيه. صاعق ناموس من ماتريكس 5 ليد، لونه برتقالي، يتميز بسهولة الاستخدام، سعره 99 جنيه. مضرب وصاعق ناموس والذباب، به شبكة كهربائية وكشاف إضاءة عالية الجودة، سعره 110 جنيه. صاعق للحشرات والناموس 2 في 1، به لمبة ليد، سعره 90 جنيه. مضرب كهربائي صاعق للناموس، يعمل ب2 حجر قلم منعا من تلف البطارية الداخلية، سعره 102 جنيه. صاعق لقتل الناموس وبه لمبة ليد وفي نفس الوقت غير سام، سعره 75 جنيه. مصباح صاعق الناموس الإلكتروني، لونه أسود، سعره 245 جنيه. صاعق لقتل الناموس به لمبة ليد، سعره 101 جنيه. صاعق الناموس الكهربائي LED 50 سنتي، موفر للطاقة، سعره 475 جنيه. صاعق كهربائي للناموس ستار 16 واط، به لمبة أشعة فوق بنفسجية، سعره 320 جنيه. مصيدة ذباب مع مادة الفرمون من سما ستيل، سعره 85 جنيه. جهاز طارد ناموس، به سائل كهربائي سريع الانتشار داخل الغرفة ليقضي على جميع الحشرات الطائرة في دقائق معدودة بدون رائحة، يعمل لمدة تصل إلى 300 ساعة من الحماية، عملي وآمن وفعال، سعره 199 جنيه. صاعق حشرات من جراند إلكترونيك، قوة صاعقة هائلة 5000 فولت، شكل انسيابي، تصميم جديد، الجسم الداخلي ألمونيوم مقاوم للصدأ، شبك به شبكة لزيادة الفعالية، واتنين لمبة جاذبة للحشرات،
60 سنتي سعره 529 جنيه. سائق حشرات أمير بي لمبتين كل لمبة 10 واط بمقاس 40 سنتي قوة صاعقة هائلة 4000 فولت بترانس إلكترومغنيتيك عالي الجودة يعمل بدون إحداث ضوضاء وآمن مزود بسلسلة للتعليق على الأسقف مع أمكانية التعليق على الحائط سعره 899 جنيه. وبكده تكونوا عرفتم كل المعلومات عن سائق الناموس وأحدث وأفضل أنواعه. أتمنى أكون أفدتكم وتختاروا النوع يناسبكم بأقل وقت ومجهود وأكيد هتختاروا الأفضل. اوعوا تنسوا تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان في مفاجآت كتير في الحلقات الجاية ومعلومات أكتر إن شاء الله. وما تنسوش برضو لو أعجبكم الفيديو تعملوا إعجاب ومشاركة علشان يوصل لكل الناس علشان يستفيدوا. شكرا كتير ليكم والسلام عليكم ورحمة الله.